حسونة. نعم. اليوتيوب فيه 51 مليون قناة، هل خطر على بالك من بين هال 51 مليون قناة الموجودين على اليوتيوب بتدور على أكثر قنوات غبية وأفكار مريضة وشغلات أول مرة بتشوفها مستحيل عقل يفكر فيها وتتابعهم؟ لا. لذلك اليوم أنا جمعت لكم أكثر قنوات غبية وغريبة ممكن تشوفوها بالعالم وبدنا نشوف. قبل ما نبلش الفيديو يا جماعة انزلوا لتحت اضغطوا زر اللايك خلينا نوصل لهذا الفيديو. استنى الفيديو تبع المواقع وصلتوا 10 لايكات؟ 34 ألف. طب استنى أنا عندي تحدي لك شيرجو. أوكي. وصلوا هذا الفيديو 20 لايك شيرجو رح يعمل سحب على سيارة. لا. إيه. لا. وانزلوا لتحت اشتركوا بالقناة إذا بنوصل 10 مشتركين حسونا بده يعمل تحدي نط من الطيارة. لا. أوكي خلينا نبلش. عن جد سوي إنترو مثل الخلق يعني. ما هيك عمال أشتغل. لعبتي أنا إنتروهات أنا. إيه 3 سنين أخذ دورة تصميم إنتروهات. والله. لعبتي. طب يلا شغل. يلا إنترو. بحياة الله. يا جماعة قبل نبلش بس حبيت أخبركم إنه فتحت سيرفر ديسكورد خاص فيني. والله؟ يب. عنجد؟ إيمت. السيرفر رح نسوي فيه فعاليات ماينكرافت ورح يكون فيها جوائز وفيها يوتيوبرز وفيه كتير قصص أنتم بتحبوها، بس يعني إذا حابين دردش أنا وياكم بالشات أو بالصوت يعني المهم أهلا وسهلا فيكم الكل اللي بحب ينورنا أهلا وسهلا. رجع شغل انترو تاني يكون أحلى من اللي قبله. أوكي. طيب معنا هلا القناة الأولى اللي اسمها تيك راكس عندها 7 مليون متابع. أعلى منه. أعلى مني وأعلى منك. ما عندي قناة. من اسم القناة تيك راكس تيك يعني تكنولوجي يعني شيء له علاقة بالتكنولوجي والراكس. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. فانه شيء له علاقة بالتيك يعني تكنولوجيا. صح. برايكم انو نوع من التكنولوجيا؟ مثلا مراجعات، بيسيات مثلا. اي شيء الا انك تاخذ اي جهاز بالعالم وتزته من 5 طوابق. يب هاي فكرة القناة. ولسبب ما في 7.56 مليون متابع مهتم انه يشوف الايفون هو عم يوقع من الطابق الخامس. انا بقول لك ليش؟ هاي بيقولوا لها راحة نفسية. بدك تكسر ايفون حقه بلاوي زرقاء انه من الطابق. راحة نفسية. بدك ترتاح نفسيا؟ بعد عن البي سي تبعي. في له فيديو كتير انتشر بيوقع فيه ايفون 13 برو ضد نوكيا 3310 الصغير تذكرت على لعبه الدود. او ماي جاد لكم طابق 1 2 3 4 دشي 10 طوابق دايما مكتوب بالعنوان 20 طابق تزيد موبايل ايفون من 20 طابق. طيب خلينا نشوف هلا. راح نفسي لك خلاص ما رح اسوي شيء. فاوكي طبعا واضح انه صاحبنا كتير متحمس. موبايل والله انا بتوقع النوكي ما حيصير له شيء. طيب اوكي شكله صاحبنا بده يزته هلا وبده يزته. يزته؟ لا يو راح نفسي يو اوه موبايل اكل ضربه وفات مدري انه طابق لك 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 زته شايف انزاح شوي يعني يمكن هلا بيكون عم ينزل موبايل انحرف مساره هيك دخل دغري من شباك بيت وواحد بيكون قاعد فجاه اجى له موبايل. الايفون مشغل كاميرا بحيث انه يشوف الوقعه من منظور الموبايل. طب سؤال بسيط طالما الموبايل رح ينزل من 20 طابق ورح يتكسر ورح يتطحبش التسجيل ما رح يوقف؟ طيب دزت هلا ايفون خلينا نشوف شو بده يصير. او ماي جاد 20 طابق يا زلمه زدت مثل الخلق كثير احول زدت مثل الخلق. هاي منظور الكاميرا اولي اوتش واو كتير حلو راح نفسي قلتلي تصور يكون شغال هلا هو اوكي الخلفيه تكسرت اكيد والله حرام علي يا جماعه الموبايل حقه 1000 2000 ما بعرف قديش حقه والله الشاشه ما صار لها شيء يا شغال والله الايفون كويس جيبوا ايفون يا جماعه لا 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 بدي لي نوكيا حرام يا الله ليك اوكي هذا الاهبل بده يرجع يزت الموبايل اوكي لك راح اوكي ايوه هلا ما بده يظبطها ظبطها الايفون وقت بيوقع هيك قلت لك تاركين شبابيك مفتوحه ف وبالنسبة لمنظور الايفون راح نفسي يب طبعا هذا الزلمة بتفنن بشيء اسمه تكسير الموبايلات او الاجهزة بشكل عام شوفوا مرة بزتها من 20 طابق مرة بزتها بالمحيط مرة بجيب شاكوشة ما بعرف شو مشكلته هذا انا قلت لك هي راحة نفسية هيك عالم يكونوا متضايقين فبشغلوا الفيديوهات بيرتاحوا نفسيا لك خلص ما راح اسوي شيء فهي كانت القناة الأولى قديش بتقيمها استاذ؟ انت شو بتقيم؟ صفر ليش؟ راحة نفسية والله ما في راحة نفسية مثلا هيك هي أخذت موبايلها لا 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 اترك الموبايل أنا بعطيه صفر لأنه عم يشتري شغلات بمبالغ طائلة بس مشان يروح يكسرها لا تسعة أوكي على القناة اللي بعدها طيب القناة اللي بعدها يا جماعة قناة غامضة فيها غموض فيها واو القناة اسمها 2020 فيجن رح تسألوني انه يا شيرجو شو الغامض بهي القناة انه بغض النظر انه كل ثمنيلاتها عيون ولكن هاي القناة عم تقدر تجيب تاريخ وفاة اي شخصية بالعالم قبل ما يتوفى يعني مثلا احنا هلا بال 2022 بجي انا بقول انه في فلان الفلاني رح يتوفى بال 2024 وبيتوفى بال 2024 والمشكلة انه هذا الحكي مانو كذب يعني مثلا في عنا هلا واحد اسمه هونر بلاكمان صاحب القناة كاتب بعنوان الفيديو 2020 انه هذا الزلمة بده يتوفى بال 2020 طب نحن بناخذ هذا
الاسم ونشوف هل فعلا توفى بال 2020. تجي بتدور عليه بجوجل اونر اسم بنت، تلاقي فعلا تاريخ الوفاة 2020 مع انه الفيديو نزل بال 2017 وفي منهم بال 2021. يعني فعلا اذا بتدوروا مثلا انه مثلا هذا بال 2024 بتدوروا على هذا الزلمه اسمه ليون مدري مين، تلاقوا فعلا انه توفى بال 2021 مع انه الفيديو منشور بال 2017. كيف جد؟ كيف هل هي القناه لها علاقه بالماسونيه؟ هي القناه هي عباره عن مافيا سريه نحن ما بنعرف فيها؟ لا، قناه بس واحد ظريف خدع الكل بخدعة كتير بسيطة. بكل بساطة رح أقولكم كيف خدع الكل. شايفين يا جماعة كل هاي الفيديوهات الموجودة اللي هي 6 دقايق و50 دقيقة ومدري شو، هو فعلا نشرهم بال 2017 بس مو بهذا العنوان. فمثلا نشر هذا الفيديو بعنوان برنس فيليب بهيك حاف، مثلا هو توفى بال 2021 بيروح بيغير عنوان الفيديو كان بس برنس فيليب بيروح بيكتب جنبه 2021. دليل على كلامي يا جماعة انه لما تفوت الفيديو مو مكتوب التاريخ، يعني بالفيديو ما بيكتب لك انه هو توفى بال 2021، ساعتها بيكون عن جد ماسونية. بس هو ما بيكتب لك، شوف بيورجيك انه ابريل 9 2021. انا بلشت اخاف بلشت ما بعرف صراحه اذا في طريقه تقدر تعدل فيها الفيديو باليوتيوب يعني، بس بعطي تقييم القناه 10 من 10 اكيد 10 من 10. القناة اللي بعدها يا جماعة بصراحة كتير غريبة. فكرة القناة بكل بساطة، حسونا شوف بتشغل الكاميرا بتقعد هيك بتبتسم، حرفيا هذا الشيء اللي عم يعمله. في عنده فيديوهات 4 ساعات بس انه هو عم يبتسم. طبعا ما شاء الله فاتح هو سلسله يعني وصل للحلقه 316. الاحلى من هيك انه في 347,000 واحد فانز لهي السلسله، يعني عم يستنوه باثاره. عرفتوا انه اخر حلقه 318، يا الله انت بدي نزل 316 تشوف اذا ابتسامته تغيرت ولا لا. بصراحه ما في شيء كثير نحكي يعني عن هي القناه الا شغله وحده صراحه كثير غبيه. راح اورجيكم اياها بفيديو من فيديوهات هي القناه بالحلقه 5. اوه حلقه قديمه ما شاء الله، بلشت السلسله بال 2014. شوف المشاهده 7 مليون. رح لك ليش 7 مليون، لانه بكل بساطه الزلمه هو عم يبتسم شوفوا شو صار وراه. من هو مبتسم كثير مبسوط هلا حاليا. شو حرامي؟ قال هلو مرحبا. شوف هذا كيف فتح عيونه، انت شايف ملاحظ؟ شوفوا هو عم يبتسم وما تحرك، حالف يمين يضل 4 ساعات، يعني هو طول الحلقه 4 ساعات من هي السلسله العظيمه. نتفليكس والله انا برايي يعني انتم عندكم كثير شغلات غريبه، تفضلوا والله عملوا عنه نتفليكس. رح تقولوا انه يا شيرو طب بجوز واحد رفيقه يعني واحد يعني معه بالشقه صح؟ الزبده انه هو نفسه حكى يا جماعه بعد ما خلص الفيديو انه هذا الصوت كان غريب عليه وهو اصلا عايش لحاله مانه متوقع زوار، فغالبا انه كان حرامي. للامانه الزلمه مخلص بيعمل والله حرامي كمان مخلص، يعني فات سلم عليه ورجع. فعم يحكي انه الصوت ما كان مألوف وقال له هلو، كاتب اخر شيء انه نزل دغري من الدرج وحمل حاله وطلع من البيت. فانا بصراحه يعني ايه القناة خلاص صفر. ليش صفر؟ ليش؟ ما بعرف صفر. لا 5 اللي بعده. طيب القناة اللي بعدها يا جماعة بصراحة هذا كتير غريب. مثل ما بنعرف كلياتنا يا جماعة انه اي فيديو انت بتدخله باليوتيوب انت بتفوت هيك بتلاقي فيديو، بتلاقي مثلا العنوان اغبى مواقع اي فيديو تبعك، بتلاقي مثلا تاريخ لايكات قناة، تلاقي مثلا كومنتات كذا. فمستحيل الفيديو ينتشر على يوتيوب ما يكون فيه لا عنوان ولا لايكات ولا شيء. هذا الفيديو طريقة ما قدر، ما بعرف هو هكر كذا، مو معروف امتى انتشر على اليوتيوب، مو معروف مين القناة، حرفيا ما في شيء. ما يعني حتى بتعمل ريفرش للصفحة تفكروني مقلتش ولا شيء، لا ما في شيء. ليكني هاي عم بعمل ريفرش اسمع بالك كمان مو نفس على الموبايل، بدي افتحها على الموبايل. بفتح لكم اياها على الموبايل يا جماعه. فمثل ما انتم شايفين حاليا ما له عنوان، فيديو هيك حاف تمام ما له عنوان، هيك دغري هدول فيديوهات مقترحه يعني هون ما في عنوان. فالموضوع بصراحه كثير غريب انه اليوتيوب مستحيل تنشر فيديو انت يعني ما هو يعني هل هو هاكر مثلا، هل جليتش ما نحن حاسين على يوتيوب اذا عم تشوفوا الفيديو هذا الزلمه هاكر اعطوني مكافاه بعطيكم الرابط. والفكره انه الفيديو يعني طبيعي ما في ما له شيء هاكر او غموض، يعني بجوز الفيديو مو قاصدها صار جليتش هيك فجاه من نفس اليوتيوب. فمثل ما قلت لكم يوتيوب 10 مليون دولار وبعطيكم الرابط. بصراحه بعطي انا التقييم يعني 10 من 10 شيء بيلحس المخ، 10 من 10 ما بعرف أيوه. كيف سواها بس اوكي اللي بعد. اوكي القناة اللي بعدها يا جماعة قناة يعني تخيل حالك هلا عزيزي انه انت بدك تبلش قناة يوتيوب، بدك تعمل سلسلة، سلسلة يكون فيها هيك حركة، مو مثل صاحبنا قبل بمرتبتين يعني الزلمة بس عم يبتسم، لا بدك انت حركة. فبرأيكم شو أحسن فكرة ما بتتعب وبسيطة وممكن تعملوا عليها سلسلة؟ شرب المي. قناته فيها 9918 فيديو والفيديوهات كلها عبارة انه هو عم يشرب مي، بس بيمسك قنينة بيشرب كل يوم شكل. طبعا في متابعين للسلسلة يعني عندك هون 4000 متابع، 4000 واحد عم يحاول انه يعرف كيف عم يقدر يشرب المي بهي الطريقه. طبعا الزلمه داعس يعني ما شاء الله الحلقه 9963 الحلقه 9900 الزلمه اخذ انجاز. والحلقه 10000 لسه ما نزلت ليك نازله وهو محتفل. اوه 92000 مشاهده. يا سلام. من هذا المنبر بنحب نبارك لصاحبنا جون انه واصل 10000 حلقه من سلسلته. نتفليكس تعالوا خذوا هذا كمان لعندكم. طبعا بعدها صاحبنا حاول انه يعني يكمل لل 20000 بس شكله مل وقلب على اللايف ستريم وصار ستريمر ونزلت مشاهداته. يعني هذا الدليل انه حرفيا العالم كانت بس عم تتابعه، يعني كثير معجب
عجبه فيه وعم يشرب مي. فطبعا هذا هو الفيديو رقم 10000. طبعا شوفوا قديش فرحان يا جماعه، حاطط هون 10000 وخلص كانه احتفاليه المليون مشترك، هو عنده احتفاليه ال 10000 قنينه مي. استنى استنى استنى، وقف وقف، في شغله غريبه بهي، عنده 9989 فيديو، شلون هذا الاحتفاليه ال 10000؟ كون هو كذاب. طبعا الزلمه كثير متاثر انه عم اياك يصفن بالقنينه، انه يا الله القنينه رقم 10000، عينه عينه مدمع. عينه عم تدمع يعني، انه يا الله القنينه رقم 10000، او ماي جاد، انا ما بعرف شو بدي احكي، يا الله ما بعرف. حاسه كمان عم يعمل دعايه لشركات المي. مبروك مبروك مبروك، الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه، القنينه رقم 10000 ريت وصحه وهنا. اوكي يا جماعه، وصلنا معكم نهايه الفيديو، اشتركوا معنا باللايك والاشتراك وخلينا نشوفكم. طبعا اخر فتره ما كنت عم نزل، هو لانه انا ساحب، هو انا ساحب بس انه مو لانه انا مشغول، بس لانه ما في كهرباء. لاحظوا انه نحن مشغلين انه على بطاريه اللابتوب يعني، فرح تفضى شوي تحليل. عموما يا جماعه بحاول قريبا يعني انزل على القناتين اذا قدرت ان شاء الله. رح ينزل الفيديو يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء مثل كل مره يا حبيبي. بس يا شباب، جود باي.